وخلال جلسات الحوار الوطني أكد مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني الدكتور رائد سلامة أن المناقشات بجلسات الحوار تميزت بمشاركة مدارس فكرية مختلفة يجمعها الحرص على الوطن. مناقشة النهاردة كانت مناقشة سياسية بالأساس، مدارس فكرية مختلفة لكن بيجمعها في النهاية اهتمامها وحرصها على هذا الوطن. الورقة اللي كانت مقدمة وهي ورقة سياسة ملكية الدولة بتحدد توجهات الدولة فيما يتعلق بملكيتها للأنشطة وللشركات، سواء كانت قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام، في ثلاث توجهات أساسية. التوجه الأول اللي هو التخارج مع في خلال 3 سنوات من أنشطة معينة. التوجه الثاني هو الاستمرار، استمرار الدولة في استثمارها مع تخفيضه. والاختيار التوجه الثالث هو استمرار الدولة في استثمارها مع زيادته.